أوه يا سلام، صباح الخير، أصبحنا وأصبح الملك لله. طبعا أنا هو عبود وهذا هو صغيري حمود، واليوم إحنا فرحانين كتير كتير لأن اشترينا هذا المنزل الجديد. والله بصراحة هذا المنزل رائع جدا جدا يا بابا، ولكن في شغلة ناقصة، إنه ما في أي عفش. يعني وين بدنا ننام؟ وين بدي أدرس؟ وين بدي أطبخ أنا؟ والله لأنه هذا المنزل جديد فارغ بالكامل، ما في بداخله ولا أي إشي، ولكن المنزل حلو واسع. أيوة، وأنا بدي أحط لك جوا هذا المكان سرير علشان تنام عليه أنت. يلا تفضل، هي السرير تبعك وهي تبعي. سرير القش هذا؟ لا يا صغيري، ما بدنا هذا السرير. أنا وياك اليوم بنروح نشتري أسرة حلوة، بس تعالي تطلع على إطلالة المنزل. أنا هذا المكان أكتر جزء من المنزل حبيته. عن جد والله مكان حلو كتير هذا، لأنه بطل على البحر. بس يا بابا أنا جوعان كتير، ما عنا مطبخ، إيش بدنا ناكل؟ ممكن نروح اليوم على المطعم؟ هي افتحوا الباب، في إشي خطير بهذا المكان، افتحوا البوابة. مين هذا اللي بدق علينا الباب؟ مين هذا، صديقك؟ لا والله هذا مو صديقي، ما بعرفه. هي تفضل، إيش بدك؟ هي اسمع علي كويس كويس، هاي الآن عندي لإلك أنا تحدي أسطوري. تعال يا صغيرة، تعال انساك منه، هذا شكله واحد بده يشحد المصاري، بده نقود يعني. سكر سكر هذا الباب وخلينا ما نسمعه، والله غريب كتير. طب ليش اجى عنا؟ يعني والله ما بعرف صراحة، حاسه انا مش عشان ياخذ مصاري. تعال خلينا اطلع عليه من هذا الشباك. افتحوا الباب، في اشي كتير غريب والله، في تحدي هون عندكو، لازم انكو تشاركوا بقلبه. تعال انزل انزل. خلاص تعال تعال يا بابا، طلب مصاري منسكر الباب. تعال نسمع ايش بده يحكي. اسمع، لا تضرب لا تضرب، اسمع علي يا ولد. هاي هون اطلع على هذه الصور اللي قدامك، موجود هون صورة سبونج بوب بصورة بسيط نجم. ايوه والله هي بسيط، هاي سبونج بوب. طيب شو بدنا فيهم هدول الصور؟ طلع يا صغيري، هاي هون علم دولة اسرائيل، تعال ادعس عليه. ادعس 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 عليه، احنا ما بنحبه، احنا بنحب فقط فلسطين. خلينا قبله، بحبك يا فلسطين. بس انت يعني يا ولد لابس بلوزة سبونج بوب، فلازم انك يعني تختار حفرة سبونج بوب. ايه انا بحب سبونج بوب، سبونج بوب مش كويس، شرير، ما حبيته. ايه والله، وانا كمان يعني غريب شكله، ليش لونه ازرق؟ انا بعرف انه لونه اصفر، اتوقع لانه يعني هو اسرائيلي، فلونه على علم دولة اسرائيل. اسرائيلي لانه، عشان شوف هون لونه ازرق وهذه زرقاء، اما هذه اخضر وهي بسيط، لون السروال تبعه اخضر. والله يا حبيبي هذه الحفرة، تعال تعال خلينا نكسر بلوكة وجرب ارميها في هذا المكان نشوف ايش راح يصير. يلا طيب خلينا نشوف. بوال بعيد كتير هاي الحفرة، والله اشي مخيف كتير. انتقلت والله. استنى استنى خليني طب اجرب اكسر كمان مرة بلوكة وبدي ارميها بالحفرة هاي نشوف ايش راح يصير فيها. بيو انتقلت. ما انتقلت يا حبيبي. طيب ايش بدك تختار انت؟ انا بصراحة كنت بحب كتير سبونج بوب، بس هو يعني شرير اسرائيلي، واسرائيل دولة مش كويسة. اسمع علي، انت مبين عليك بتحب سبونج بوب وعيونك لونها ازرقاء يعني على لون علم دولة اسرائيل، واسرائيل دولة قوية، بنصحك انك تختارها. لا تسمع كلامه، لا يا صغيري بعرف انها قوية، بس يا بابا والله كلامه صح، يعني دولة قوية كتير بس شريرة المشكلة. خلاص انا يمكن اتخذت قراري وبدي ادخل في حفرة بسيط بسيط. طيب يلا خلينا نضلنا نازلين فيها. بيو خد لك هالضربة، يلا تعال وراي. يا سلام. يا حبيبي اخ 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 خخ. ايه يا حبيبي هين انتقلت كمان، انت جيت معاي. والله هين انتقلنا انا وياك، بس شكلك تغير، صار بسيط نجم الاخضر الفلسطيني، وانت كمان صار كمان بسيط نجم الاخضر الاسرائيلي قصدي الفلسطيني. نعم لا تقول اسرائيلي لا تقول. طلع احنا موجودين بداخل السجن، وهي هاي ساندي. مرحبا يا شباب، اهلا وسهلا فيكو، انتو اليوم جوا كوكب ومنطاد ساندي وبسيط الفلسطينيين. طب افتحي لنا البوابة، افتحيها، ليش ما بتفتح؟ لسه لسه لازم انتو تدخلوا في اختبار، اذا قدرتوا تسووه بتيجوا، اما اذا ما قدرتوا راح نختار اشخاص غيركو. انا عرفت الاختبار، استنى يا صغيري، اتوقع لازم نفتح الصندوق هذا. ايوه سهل كتير، ولازم نكسر هذه البوابة. لا
ما بتقدروا، هاي البوابة فقط بتفتح، في بيكاكس أقوى من هذا، وهذا التحدي، إذا ما قدرتوا تسويه بنجيب ناس تانية لأنه إحنا بدنا أبطال. هاي اطلعوا وراكوا يعني، هاي في بوابة افتحوها ولازم تصنعوا بيكاكس حديدي حتى تكسروا هذا الحديد، لأنه هذا البيكاكس اللي معاكو بيكاكس حجري. إيه؟ والله إيش غريب، تعال شوف، آي أخ شو هذا المكان يا بابا، هذا كهف هذا للشياطين. يا حبيبي اذا بنزل كيف بدي ارجع لهذا المكان، والله خايف انا، خليني اقفل. ما تقدر، يلا جمعوا كل شيء وتعاوننا مرة تانية، يلا كسر 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 يا بابا الخشبات، خلينا نسوي بكاكس. ماشي ماشي يلا، هاي بدي اجمع هذا الخشب كلياته، وايش بلزمني كمان؟ اوه هاي في بالاعلى حديد، يا صغير انت ايش بتعمل قاعد؟ يلا انا جالس باخذ بالخشبات، خلينا احولهم زي هيك. بيو خذ يا بابا هاي كرافتنج تيبل، سوي فيها اللي بدك اياه، وهي الخشب. ماشي يلا اسمع علي، بدي اياك تساعدني ونجمع احجار، لحتى باستخدام الاحجار راح نقدر نسوي الفرن. الفرن ايوه، وبنحط بالفرن ايش؟ الحديد، ولما نسوي الحديد بنحط فيه يعني بنسوي بكاكس قوي كتير. ايوه يلا، هاي في قدامي حديد، خليني بدي اجمعه. تفضل يا بابا، هاي هذا الحجر، يلا سوي زي هيك علشان نحرقه ونحوله بالخشب. طيب يلا، بس كمية الحديد هذه غير كافية، لازم نجيب حديد اكتر. اوه هاي فحم لحتى نشغل الفرن، يلا جمع الفحم هذا. يلا يلا فحم، بدل الخشب بنحط فحم، صح كلامك والله، خلينا نشوف هاي حديد، تعال. يلا يلا انا قادم لعندك، هيني جمعت شوية فحم، وخلينا اشوف بدنا حديد يمكن كمية كبيرة. اوه هاي انا لقيت كمان حديد هوني. ايوه يلا كسر، هاي انا بكسر، خد هيني رميت لك اياهم على الارض، خدهم كلياتهم. ماشي يلا خلص، اتوقع انه هذه الكمية كافية يا صغيري، خلص انت جمع فحم للاحتياط من هذا المكان، وخليني بدي اسوي كرافتنج تيبل جديدة، بدي احطها بهذا المكان، وبعديها بدي احط الاحجار بالكرافتنج تيبل. تا 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 تا، هيا صغيري سويت لك فرن، وبدي اسوي واحد لإلي. يا سلام، خلينا احطه هوني، هاي حطيت فيه الفحمات، انت كمان حط فيه الفحم، ويلا حول لنا واحد من هون وواحد من هون. يلا هاي الافران بداخلها الفحم والحديد، والان راح تنشوي. ايه هاي خفاش، تعال تعال نشوف هذا الطريق لوين بتودي، لحتى ما هي الفحمات مطبوخات يعني، ومسوين لنا الحديد المصهور. والله هذا يا بابا يعني الكهف عملاق كتير كتير وكبير، خلاص خلينا علشان ما نضيع نرجع لتحت ونشوف الفحمات قديش وصلوا. طيب يلا يلا، والله صراحة أنا متحمس لحتى أدخل إلى المنطاد تاعنا، شفت كلياته لونه أخضر وغريب عجيب. هي هاي طلع ثلاثة حديد من هذا المكان. طب يا بابا بعرف في شغلة بتخلي الفرن يعني سريع كتير، ما بتعرف كيف نسويها؟ لا ما بعرف والله، خلاص هيا صغيري أنا بدي أسوي لك بكاكس لإلك. تا 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 تا، هاي بكاكس حديد لإلك، وهي أنا معي كمان واحد. طيب يلا هلا، إيه استنى، حكونا هم انه مقدر نكسر السجين لما نجيب البكاكس الحديد، بل كلا بنقدر. نعم هلا بنقدر، عم بقول لك يلا خلينا نضلنا طالعين على السريع، خلينا احلل هذا الخشب اللي معي، ويلا صراحة عندي حماس مو طبيعي لحتى اكسر واضلني داخل اتعرف على هذه العائلة الجديدة. تعال وينك أنا انت؟ انا والله عيني جنبك، شو وينك انت؟ يلا اطلع اطلع اطلع، ايوه خلينا نمصل زي هيك. يلا هلا اذا انتم جبتوا بكاكسات قوية بتقدروا تكسروا. اوه هيكو سويتوها انتو. نعم يا سلام، والله ايش حلو كتير، يلا يا صغير كسر كل السجين. يلا يلا خلينا كسروا كل حبة. بوم يا سلام، هينا سويناها. يا سلام، اهلا وسهلا فيكو، والله انا فرحان كتير كتير لان الفريق تاعنا الفلسطيني عم بيزداد قوة. بس اي اسمعوا علي، في اشي خطير كتير، قلهم قلهم يا شمشوم ايش فيه. والله بصراحة أنا زعلان كتير، صح أنا كنت شرير ولكن صرت طيب، والآن في عائلة شريرة وهي عائلة سبونج بوب. إيش؟ عائلة سبونج بوب؟ نعم نعم، سبونج بوب صار إسرائيلي ولازم إنك أنت تروح تقضي عليه، والله إحنا خايفين منه، هو موجود بالمنطاد اللي لونه أزرق. هي يا شمشون أعطيهم المعدات والأدوات ولهم الخطة. ماشي ماشي، هاي بدي اياكم انتوا الاثنين ايش تعملوا؟ تهجموا على هذا المنطاد اللونه ازرق لانه موجود في سبونج بوب الاسرائيلي، وخذوه هاي دروعه معدات وكل شيء بتحتاجوه. يا سلام، بدي اياكم تهجموا عليهم وتكونوا اقوياء كتير. حاضر حاضر، هاي اعطانا معدات كلياتها لونها اخضر على لون علم دولة فلسطين. هاي يا بسيط الصغير، خلينا نجيب اجنحة الطيران من هذا الصندوق اتوقع. ايوه هاي
شايفيه بداخله، هيدا قلب واحد، وخلينا نضلنا طالعين للخارج. يلا بيوي، طلع كيف الدنيا هون غريبة كتير، والله اشي مرعب جدا. هي الدنيا عم بتمطر يعني، واو يا حبيبي مين هدول الناس؟ هي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلين يا حبيبي بسيط الفلسطيني، إحنا هون لتشجيع فلسطين. نعم إحنا موجودين بهذا المكان لنشجع دولة فلسطين ونحرسها، دولة فلسطين هي الأقوى والأفضل. على عهدي على ديني أرض تلاقيني، أنا دمي فلسطيني يا شباب. نعم هي وانا كمان دمي فلسطيني فلسطيني. خلص ماشي ماشي تعال يا صغيرة، خلص هدول ناس بحرسوا ما إلنا دخل فيهم. واو هاي شكل العلم تاعنا اسطوري، اسمع شو هذا. هيو يا بابا كأنه وجدنا علم السودان وافريقيا، ولا ايش هذا العلم؟ اسمع علي انا من حد ما شفت هاد الصواريخ وهاي الدبابة غيرت قراري، انا مع السلامة مستحيل انه ادخل بهذا المكان خطير ومرعب. تعال لهوني، تعال يا غشاش، تركني لوحدي والله وهرب. نعم انا بدي ارجع على المنزل تاعنا والله افضل 100 مرة، هي هذا المكان اللي كنت انا عم بحبه، والله كوكب اسرائيل والمنطاد هداك مبين عليه مرعب على الاخر، في صواريخ ودبابات لهيك انا ما رح ادخله. وعلى عهدي على ديني على أرض تلاقيني، أنا أهلي لأفديهم، أنا دم إسرائيلي إسرائيلي. طبعا أنا هو سبونج بوب سكوير بنس الإسرائيلي، وأنا فرحان كتير كتير لإني أكملت بناء المنطاد تاعنا. هاي هادي صورة يعني واحد لابس الملابس تاعتي، وهي صورتي باللون الأزرق، وهي هذا سبونج بوب الصغير ماستر سلطة، سبونج بوب الكبير وسبونج. شو هذا؟ عن جد والله وصلتيني للمنطاد الصحيح، انتو عائلة سبونج بوب الاسرائيليين؟ نعم شو هذا؟ بسيط نجم، شكلك انت جيت لهذا المكان لتصير اسرائيلي مثلي؟ ايش؟ شو اسرائيلي ما اسرائيلي؟ عيب عليك انت، انا جيت لهون حتى اكسر راسكو لانه ساندي حكت لي اذبحكو كلياتكو. هيهي والله مضحك كتير كتير هذا الكلام، مستحيل انك انت تقدر تسوي لنا اي اشي لانه اسرائيل دولة قوية وعنا ادوات قوية كتير. لا قوية ولا بطيخ، انتو ضعاف، طلع وخلينا اهجم على هذا، خد لك هذا، تعالون يا ولد، خد لك هاي، آي آي، آسف والله آسف إيه خلاص إيه آسف. لا لا يا حبيبي، غضب مني كمان عشان أنا ضربتك. خلاص خلاص مش مشكلة، خلاص خلينا بعد أنا، مرة تانية لا تحمي أي حدا طيب؟ خلاص ماشي خليك بالمية، والله شفت كيف لأنك أنت يعني هيك ضربت وعصب كتير، شفت كيف إحنا دوما بندافع عن أنفسنا؟ أوف والله عن جد أقوياء كتير أنتو، أنا آسف لأنه هجمت عليكو، خلاص ممكن ارجع اطلع من هذا المكان واحكي لهم اني ما بقدر الكوه. ايه غبي انت والله، طبعا ما في حدا بيقدر لنا، ولكن انت لازم تاخذ عقابك لانك دخلت على هذا المنطاد بدون ما تستاذن. والله يعني خلص بالخطأ جيت لهون، بتعرف تعال 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 للداخل، بدي الان انا اسوي لك تحدي، اذا بتقدر تدخل للمنطقه هاي وتختفي انا بسام حكي الله. اختفي؟ طيب يلا زي هيك ويلا اتحداك تجدني. يلا هي موجود بداخل المتاهة، بدي ادخل ادور عليه من هوني ومن هون. ايه مرحبا. اوه فجتني والله، شو اعمل انا هلا؟ طيب خسرت بكل التحديات وما انك راضي تخليني اطلع. خلاص انا قبل لا اقتلك بدي اسوي لك شغلة حلوة. تعال اضغط على الزر. قبل لا تقتلني؟ ايش اللي بتحكي؟ شو قصدك انت تقتلني؟ انا ما بدي اموت. يلا هيو ضغط على الزر، شايف الان عنا دبابات صواريخ وعنا كمان هاد السيارة، يلا بدي اياك تقودها، تعال ده خليك يعني تستمتع قبل ما تموت. واو يا سلام والله سيارة اسرائيلية هادي، طيب يلا عاد اقودها. خلينا امشي زي هيك. انت اركب مكان القيادة، يلا اركب المكان الثاني. ايوه يلا. والله ما عمري انا قدت يعني السيارات، ما بعرف لاني. يلا هاي زي هيك بيه. يا سلام هاي السيارة الطيارة، يلا نزلنا عند الجسر لاني انا بدي اخليك تستمتع وبدي اسوي لك اختبار الحظ. ماشي يلا اختبار الحظ اختبار الحظ، انا بصراحة حبيت هاي السيارة بس حبيت سيارة الاكس دي اقوى. خلص انزل انزل يلا، هيدا احط لك بلوكة وكسرها. ايه شو بصير يعني؟ شو هذا للاطفال؟ كسر ولا تتكلم كتير لا تخلينا اغضب. ايه طلع لي جاج، خذ كول جاج. والله حظك مو سيء، يلا خليني اجرب اكسر انا. واو هي طلع لي دروع، يلا الان حط البلوك انت وكسر كل واحد بك كسر مره. طيب.
شوف هزي ايه طلع له شافل عشان اخبط على راسك. ايه اسكت اخبط على راسك انت خلينا اشوف. ايه طلع لي فطير هادي الشوربة يعني. يلا طب خلينا اشوف هادي خلينا نشوف. ايه طلع لي يعني انا اوه طلع طلع لي شغلات غريبة والله ما بعرف شو هذا خلينا اكسر انا. ايه اهرب 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 ايه تي ان تي يا حبيبي كيف اجاك؟ الله يسامحك كسرت المكان والله. اوف والله حظي سيء يعني خلينا نشوف حظ دولة فلسطين للمرة البعدية. يلا كسر هاي. يلا طيب خلينا اش زي هيك بيو. ايه يا سلام شوف شوف ابعد ابعد اخده انا هذا يا سلام بعد هيك خد لك هادي. طب اسمع تعال تعال طلع معي ادوات غريبة بيو هاي سويت إيه. اعصار ادخل بداخله. ما بدي انت اللي ادخل بداخله تعال خلينا استك فيه بيو. لا 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 ابعد. اوف هاد اعصار بدي احط لك واحد. طيب ايه طلع لي حج. مرحبا يا ولد انت اسرائيلي كلب انت فلسطيني. طيب طب يلا خدك هذا الاعصار عشان انا ايه يا حبيبي إيه؟ طلع المطر خربت الدنيا والله انت زالت المطر. خلينا نشوف شو بده يطلع لي هون. ايه زومبي عملاق عشان يقتلك هذا. ما بيقدر يقتلني ما بيقدر. يلا خليني الان ايه اجى دوري تعال تحط واحدة في هذا المكان وبدي اكسرها. ادوات قوية ايه ادوات والله. اوه هاي إيه. لا راح اموت شو الضربة قوية كتير احط لك منه كتير بوم بعد بعد يلا اطلق عليك هذه الشغلات اني هيني قتلته بس لا تحكوا له راح يرجع يعيش لانه الان احنا بتحدي بلوكات الحظ. يلا ايه هيني رجعت لك انا خلاص غضبت منك كتير انت واحد مش طيب ولازم قتل والله شكلك غريب والله كتير كتير شو هذا منظرك مثل هذا ولكن ايه ايوه مات ايوه بس دا يكون هذا بده يقتلني. لا 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 اخ دبني بالمية يا حبيبي. هاي يا بسيط ناجم تعال ساعدني. اوف بصير وين اختفى هذاك بسيط ناجم والله خلينا اكسر خلاص انا لازم احاول انه اهرب من هذا المكان ايوه وخليني بدي اضلني طايه هاي نرجعت لعندك خلاص توقف بدي اكسرك تكسير والله اكسر لك راسك هالمره خلاص لنشوف مين الاقوى اللي استنى شويه انت كنت تهجم علي يعني كنت عامل حالك قوي لانك انت كنت في المنطاد تاعك مشان موجود اصدقائك اما هلا انت وجه لوجه فانا بعرف بدي اذبحك سويت مع بابا هذا السيف لما كنا بالكهف انا اسكت خد لك هذه الضربه خد لك يلا انت خد لك هذه خد لك هذه يلا موت